صباح الخير على حضراتكم متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من محافظة الاسكندرية، ونحن نتابع مع حضراتكم اجواء المحافظة في نوة الفيضة الصغرى، واليوم هو ذروة تلك النوة. ويعني كما ذكرنا لحضراتكم بالامس ان محافظ الاسكندرية اعلن تعطيل الدراسة اليوم، يعني حالة الطقس اليوم إلى الآن هناك شمس ساطعة بعض الشيء، لا يوجد أمطار، ولكن يعني كما نتابع مع حضراتكم سحب كثيفة جدا قادمة في الطريق إلى الأسكندرية. السحب دي سحب يعني ممتلئة بمياه الأمطار، وزي ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالأمس إن اسكندرية هتشهد اليوم هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة. اسكندرية كمان بتشهد انخفاض في درجات الحرارة، يمكن يعني المحافظة سجلت اليوم 18 درجة في العظمى و13 درجة في الصغرى، وده بيؤدي إلى الشعور الكبير ببرودة الطقس خاصة في فترات الليل. يعني هناك عدة ظواهر جوية تصحبها نوة الفيضة الصغرى، يمكن أهمها هطول الأمطار ورياح شديدة تصل سرعتها ل60 كيلومتر في الساعة، كمان يعني فيض البحر، وده أهم ميزة مميزة فيها هو فيض البحر، ولذلك سميت نوة الفيضة. وفيض البحر لا يعني ارتفاع الأمواج، ولكن يعني ارتفاع منسوب مياه البحر. يعني حالة من التقلبات الجوية متوقعة خلال ساعات اليوم، فيعني برجاء الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، كمان اتباع تعليمات وتحذيرات محافظة اسكندرية اللي أهمها عدم الوقوف بجانب أعمدة الإنارة خاصة أثناء هطول الأمطار، كمان عدم الوقوف أسفل العقارات الأيلة للسقوط والشرفات المنهارة، وكمان لقائدي السيارات عدم قيادة السيارة بسرعة تزيد عن 60 كيلومتر في الساعة، وعدم ركن السيارة فوق المطابق والشنايش. يمكن زي ما احنا شايفين مع حضراتكم كمية سحب كبيرة وثقيلة في طريقها إلى الأسكندرية تنذر بهطول أمطار خلال الساعات القادمة. السحب دي يعني هتؤدي إلى سقوط الأمطار المتوسطة، واللي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية. كمان يعني الأجهزة التنفيذية في اسكندرية والمحافظ اللواء محمد الشريف أعلن رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أي تداعيات للنوة الحالية، وقامت شركة الصرف الصحي بنشر سيارات الشفط والتدخل السريع في البؤر الساخنة. يعني هناك استعدادات كبرى للتدخل في حالة وجود تراكمات لمياه الأمطار في الشوارع، وتصريفها أول بأول لعدم يعني تعطل حركة المرور.
اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في اسكندرية أكد على أن الشركة استعدت ويعني بكامل معداتها لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، وده من خلال حملات مكثفة لتطهير الشنايش والمطابق اللي عددها يتخطى 138 شنيشة منتشرة في جميع أحياء وشوارع اسكندرية. وطبعا جاء حملات تطهيرها لانتشال المخلفات اللي جرفتها مياه الأمطار في النواة السابقة زي نوة المكنسة ونوة قاسم. كمان شركة الصرف الصحي قامت برفع كفاءة محطات المعالجة اللي مهمتها بتقوم باستقبال مياه الأمطار من الشوارع عن طريق المطابق والشنايش وتحويلها إلى الترع والمصارف. يعني مجموعة من السحب الداكنة والثقيلة في طريقها إلى الإسكندرية تنذر بهطول أمطار خلال الساعات القادمة. هنتابع مع حضراتكم حالة طقس الإسكندرية اليوم، خاصة مع قرار المحافظ بتعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين. هنتابع مع حضراتكم أول بأول. كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الإسكندرية. شكراً.